من first exam October 2018 question 4 part 4 will solve the equation ومديني equation فيها 3 denominators 3 و 2 و 4 لابد نتخلص منهم فنشوف ال least common divisor لل 3 denominators اللي هو 12 ونضرب ال both sides في 12 ال left side هيصبح 12 مضروب في 5x تقسيم 3 minus 4 plus x تقسيم 2 equals ال right side 12 x minus 2 تقسيم 4 plus 1 نوزع 12 على 2 terms في ال both sides ال 3 تتكنسل مع 12 يبقى لنا 4 مضروبة في 5x ده الفيرست تيرم دي علامة ضرب وليس دوت ماينس التو تتكنسل مع التولف يديني 6 مضروبة في 4 بلس x الرايت سايد 4 مع 12 تتكنسل يديني 3 مضروبة في x ماينس 2 تحت ال 1 في 1 كانها 1 على 1 فال 1 مع 12 12 يبقى بلس 12 4 times 5 ب 20x minus نوزع ال 6 على البوث terms يبقى نيجاتيف 24 لان 6 times 4 ونيجاتيف 6x equals نوزع ال 3 على البوث terms يديني 3x minus 6 plus 12 نجمع كل ال x terms في ال left side يبقى 20x minus 6x ونجيب لها ال 3x بإشارة مخالفة أو معاكسة equals النيجاتيف 6 تفضل زي ما هي مع بلس 12 ونودلها النيجاتيف 24 ببوزيتيف 24 نقول بلس 24 20x ماينس 6x انا هعملها شويه شويه لان انا ضعيف في الحسابات 20x ماينس 9x ايكوالز نيجاتيف 6 بلس 12 يبقى 6 بلس 24 اللي اشطر مني يجمع على طول يقول نيجاتيف 6 بلس 12 يديني 6 بلس 24 يديني 30 ممكن يعمل كده والليفت سايد يقول 20x ماينس 6 ماينس 3 يديني 11x طالما ان هو شاطر انا شويه شويه على مهلي حسب قدراتي ايكوالز 30 وايضا شويه شويه اقول اقسم على 11 البوث سايدز يبقى x ايكوالز 30 تقسيم 11 وصلت للنتيجة دي أبص اللي جنب أتأكد إن هي صح وبعدين أدور في الاختيارات ألاقي إن أول اختيار توافق مع اللي إحنا عملناه واستنتجناه فنكتب عليه صح.